السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله في حلقة من حلقات تيك جيستيون الجديدة على اليوتيوب. اليوم غادي نشوفوا الحلقة المخصصة لدياغنوستيك فينونسيا تتمة ديال طابلو دو فينونسمون المخصصة للناس ديال دوزيام اني تي اس جي او. غنشوفوا ان شاء الله في هذه الحلقة تتمة كما يلي. في الحلقة السابقة كنا تعرفنا على طابلو دي زامورتيسمون وطابلو دو بروفيزيون شنو الدور ديالهم الى غير ذلك. دونك هنا كيف ما قلنا في لوغمونطاسيون في الطابلو دامورتيسمون كنهضروا على دوتاسيون ديكسبلواتاسيون, وفي ديمينيسيون في الطابلو دامورتيسمون كنهضروا على ريبريز ديكسبلواتاسيون. فوقاش تنحتاجوا هادو؟ تنحتاجوا هادو في لاكاف ملي كنبغوا نحسبوا لاكاف او لا لوطو فينونسمون بالضبط. نفس الشيء بالنسبه للطابلو دو بروفيزيون. طابلو دو بروفيزيون في لوغمونطاسيون كنهضروا على دوتاسيون ديكسبلواتاسيون, دوتاسيون ديكسبلواتاسيون ماشي بالضبط دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. بالنسبه لامورتيسمون بروفيزيون كنهضروا على دوتاسيون ديكسبلواتاسيون بالنسبه لامورتيسمون, اما في البروفيزيون نقدروا نهضروا على حتى على دوتاسيون فينونسيير داكور. دونك على حساب الكونت اللي عندنا. دونك بالنسبه لوغمونطاسيون كنهضروا على دوتاسيون, والديمينيسيون كنهضروا على ريبريز. دونك هادو كلهم تنحتاجوهم باش تنبغيو نحسبو لوطو فينونسمون. علاش بالضبط لوطو فينونسمون؟ لان لوطو فينونسمون عندنا في الطابلو دو فينونسمون, في الطابلو دو فينونسمون اللي غنشوفو في الحلقه اللي جايه ان شاء الله نتعرفوا عليه بشكل عام. دونك في الطابلو دو فينونسمون ملي كنوصل للمرحله الاخيره وكنبغي نصاوب الطابلو دو فينونسمون كنحتاج انني نحسب لوطو فينونسمون. وباش نحسب لوطو فينونسمون خصني نحسبها عن طريق الميثود اديتيف او لا عن طريق هاد الميثود هادي اللي كنحسب من خلالها لاكاف وكنحيد منه لا ديفيدوند كتعطيني لوطو فينونسمون. دونك باش نصاوب هاد الميثود اديتيف او لا لوطو فينونسمون كان خصني نتبع هاد المراحل هادي. ريزولطا نيت دو ليكزيرسيس اللي عندي داكو. دونك ريزولطا نيت دو ليكزيرسيس الكثير منكم غيتسائل يقول لي اش من ريزولطا غادي نحط, واش الريزولطا ديال ان ديال البيلون اللي في ان ولا الريزولطا نيت دو ليكزيرسيس اللي في البيلون اللي في ان بلس ان. دونك كتحط الريزولطا نيت دو ليكزيرسيس ديال اخر بيلون عندك, البيلون الجديد ديال هذا العام. دونك انت كيقول لك في ليكزيرسيس صاوب ليا لو طابلو دو فينونسمون ديال هذا العام مثلا 2009, وانت ديجا راه عندك مثلا البيلون ديال 2009 والبيلون ديال 2010 2008 بار اكزومبل. دونك انت كتحط الريزولطا نيت دو ليكزيرسيس ديال العام اللي خدام فيه انت. اذا قال لك طابلو دو فينونسمون ديال 2009 غدير ليه ديال 2009 ريزولطا دو ليكزيرسيس ديال 2009. 2008 ما كنحتاجوهاش لان 2008 غير كنقارنوا غير مقارنه. دائما ريزولطا دو ليكزيرسيس اللي كتحط تنحطو ديال العام الجديد ماشي العام القديم اللي سابق. العام القديم غير كنديروا به مقارنه باش كنصاوبوا لي طابلو اللي عندنا. دونك كنحط ريزولطا دو ليكزيرسيس ديال العام اللي انا خدام فيه اولا العام الجديد. دونك وكنتبع دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. دوتاسيون ديكسبلواتاسيون مي كنجيبها دوتاسيون ديكسبلواتاسيون داخل فيها كاع لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل مثلا. مثلا كنرجع عفوا غادي نرجع للطابلو اللي عندي ديال لامورتيسمون مثلا. هنا نجيب دوتاسيون ديكسبلواتاسيون عندي ليكسبلواتاسيون داخل فيهم كاع لي ماتيريال اللي عندي. اي حاجه كتامورطا داخله في لي ماتيريال غندخلها في دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. دونك دوتاسيون فينونسيير نقدر نجيبها من هنا. مثلا عندي واحد لوغمونطاسيون واحد البروفيزيون ديال تي بي مثلا. تي بي داخل في لي زيموبيليزاسيون فينونسيير. دونك غنشد لوغمونطاسيون في الطابلو دو بروفيزيون ديال تي بي مثلا وغنحطها كوم ان دوتاسيون فينونسيير. نفس الشيء عاوتاني دوتاسيون نو كورو غنمشي مثلا لي كلاس لا كلاس 6 وغنشوف لي دوتاسيون او لا لي شارج نو كورو اش داخل فيهم. اي كونت عنده لامورتيسمون ولا بروفيزيون وفي اوغمونطاسيون غنحطو في دوتاسيون نو كورو بشرط ان هاد الكونت هذا اللي عندي يكون داخل في لي شارج نو كورو مثلا. دونك خصني نحطو في لوغمونطاسيون. واحد المعلومه بغيت نشير ليها هو ان هاد الميثود هادي اديتيف اش كنديروا بها. ديجا شرحت لكم في واحد الحلقه في الدياغنوستيك فينونسيير ميثود اديتيف كتخدم بلي زيليمون او لا لي كونت ديغابل. مثلا الا كان عندي مثلا امورتيسمون ولا بروفيزيون ديال واحد الكونت مثلا ديال لاكتيف سيركيلون او لا ديال باسيف سيركيلون ما تدخلوش هنا في الميثود اديتيف. دونك في اتونسيون لهاد المعلومه هادي. دونك نفس الشيء ريبريز ديكسبلواتاسيون قلنا هو لا ديمينيسيون في الطابلو دامورتيسمون. غنمشي مثلا لا ديمينيسيون في الطابلو دامورتيسمون كنحط هادي كتسمى ريبريز ديكسبلواتاسيون. نفس الشيء بالنسبه للريبريز فينونسيير نقدر نمشي مثلا عندي شي
كونت فينونسيير يا اما ايموبيليزاسيون فينونسيير او لا شي حاجه بحال هكا. دونك ديمينيسيون ديالها لا في الطابلو دامورتيسمون ولا في الطابلو دو بروفيزيون كتسمى ريبريز فينونسيير. نفس الشيء بالنسبه للريبريز نون كورونت، الا كان عندي شي كونت داخل في لي شارج نون كورونت او لا في لي برودوي نون كورونت او عنده ان امورتيسمون ولا ان بروفيزيون في ديمينيسيون هنايا تنحطها ليه في الريبريز. دونك هذه هي الميثود. دونك اش كندير؟ كنشد الريزلت اني دو ليكزيرسيس ديال العام الجديد اللي قلنا، كنزيد عليه لي دوطاسيون، لي دوطاسيون كيتزادوا، الريبريز تيتنقصوا، وحتى البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون تيتنقص. برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون ديجا شرحت لكم في الحلقه السابقه في لابارتي 1، قلنا البرودوي دو سيسيون هو لا في ان ناقص الموان فالي او لا زائد بلي فالي على حساب التمرين. تيقول لي مثلا راني بعت واحد الماتيريال وراني بعتو بواحد بلي فالي ديال 10000، كندير هذيك بلي فالي كنزيدها على لا فينا اللي ديجا كنحسب، او لا الا كان عندي ان موان فالي كنقصو من لا فينا باش كيخرج ليا البرودوي سيسيون. دونك هادو كلهم تيتحسبوا. لا فينا عاوتاني دي زيموبيليزاسيون سي دي اشنا هي؟ ديجا شرحتها لكم في الحلقه الماضيه، هي لا فالور دوريجين دي زيموبيليزاسيون سي دي اللي هي ديمينيسيون. ها هي ارجع للطابلو، عفوا دونك عندي مثلا هذا هو الطابلو، مثلا هذا هو الطابلو دي زيموبيليزاسيون ديجا شرحته لكم. كنمشي انا للديمينيسيون ديال الطابلو دي زيموبيليزاسيون وكنقص منها ديمينيسيون ديال الطابلو دامورتيسمون. ديمينيسيون اللي كاينه في الطابلو دي زيموبيليزاسيون كنحيد منها ديمينيسيون اللي كاينه في الطابلو دامورتيسمون، ماشي طوطال هنايا لا، كل ايموبيليزاسيون كنقص منها لامورتيسمون ديالها، كل ايموبيليزاسيون في الديمينيسيون كنحيد منها لامورتيسمون ديالها في الديمينيسيون ديال الطابلو دامورتيسمون. دونك هذه هي لا فينا. ملي كنحسب لا فينا كنحسب البرودوي سيسيون كيف ما قلنا، اللي هو لا فينا بلس البلي فالي موان الموان فالي، دونك على حساب التمرين. لا كاف دونك كتعطيني لا كاف الا تبعت هاد المراحل، درت الريزلت نيت بلس دوتاسيون ناقص الريبريز ناقص برودوي سيسيون بلس لا فينا كتعطيني لا كاف. لا كاف كنحيد منها لا ديفيدوند اللي ديجا كيكون قال لي مثلا في التمرين راه الريزلت نيت دو ليكزيرسيس 2008 سون ديستريبيي، ملي كنسمع ديستريبيي عندي الديفيدوند، كنحيد لا كاف نحيد منها الديفيدوند كتعطيني لو فينونسمون. هاد لو فينونسمون اللي خرجت ليا كنحطها في الطابلو دو فينونسمون اللي كنبغي نصاوب. دونك مهمه، مرحله مهمه من المراحل. دونك غننتقلوا لمرحله مهمه اخرى، هو انني خصني نصاوب طابلو دو سانتيز دي ماس، طابلو دو سانتيز دي ماس دو بيلون. هو على هذا الشكل، هذا سهل سامبل يعني ما فيه لا صعوبه لا والو، فقط كدير مقارنه ما بين البيلون ديال العام القديم العام الجديد والعام القديم. دونك ليكزيرسيس ان هو العام الجديد اللي انا فيه، وليكزيرسيس ان موان زا هو العام القديم، كيعطيك دو بيلون، البيلون ديال ان والبيلون ديال ان موان زا. دونك خصك كدير المقارنه، اش كدير؟ كتحسب فيلونسمون بيرمانون ديال كل واحد هنا وهنا ديال العام الجديد والعام القديم، العام الجديد والعام القديم. دونك وكدير الى خرج ليك سالب، الفرق سالب كدير ان، ها هو عندي الفارياسيون هي ا ناقص بي، ان ناقص ان موان زا. دونك الى خرج ليا الفرق سالب كنحطو في الامبلوا، ماشي كنحط ناقص العدد، كنحط غير العدد. الى خرج ليا غير سالب كنحط العدد، مثلا خرجت ليا ناقص 10000 غنحط 10000 في الامبلوا. خرج ليا الفرق موجب كنحطو في الغوسوكس. دونك غير باش نشرح لكم باش تحفظوا هذا الطابلو، هذا باش تحفظوه سهل سامبل، اش كنقول؟ فينونسمون بيرمانون فين كاين؟ كاين في لا كلاس 1، لا كلاس 1 داخله في الغوسوكس. الى خرجت ليا سالبه، الى خرجت ليا موجبه غنحطو في بلاصتو لانه كاين في الفينونسمون بيرمانون، خرج ليا موجبه نحطو في بلاصتو، خرج ليا سالب نحطو في العكس في لومبلوا. مثلا عندي لاكتيف ايموبيليزي، غنحسب لاكتيف ايموبيليزي ديال البيلون ديال ان العام الجديد، و لاكتيف ايموبيليزي ديال ان موان زان ديال العام القديم، وكندير الفرق ما بيناتهم ا ناقص بي. الى خرج ليا موجب غنحطو في بلاصتو لان لاكتيف ايموبيليزي كاين في لومبلوا، ولا خرج ليا سالب غنحطو في العكس في الغوسوغس. دونك هكا باش تحفظو الطابلو ساهل سي سامبل. دونك اش كندير في المرحلة الثانية؟ كندير واحد ناقص جوج كيعطيني واحد ناقص جوج، ها واحد ها جوج، واحد ناقص جوج كيعطيني الفوندغولمون فينونسيير، الفوندغولمون فينونسيير كيعطيني هذا ناقص هذا، هذا ناقص هذا كيعطيني هادي، وهذا ناقص هذا كيعطيني هادي. عاوتاني نفس الشيء، كندير الفوندغولمون ديال ان ناقص فوندغولمون ديال ان موان زان كيعطيني، الى خرج ليا سالب كنحطو في لومبلوا، والى خرج ليا موجب كنحطو في الغوسوغس. نمشي نمر المرحله الثانيه،
لاكتيف سيركيلون اور تريزوروري. كنحسب لاكتيف سيركيلون ديال العام الجديد ناقص لاكتيف سيركيلون ديال العام القديم اللي هنايا كيعطيني الى خرج الفرق ما بيناتهم موجب كنحطو في لومبلوا لانه ديجا كاين في لومبلوا، والى خرج سالب كنحطو في العكس في الغوسورس. نمشي للباسيف سيركيلون، باسيف سيركيلون كاين في لي غوسورس. دونك اش كندير؟ كنحسب الباسيف سيركيلون ديال البيلون ديال ان، وكنحسب الباسيف سيركيلون ديال البيلون ديال ان مونزا، وتندير الفرق ما بيناتهم ان ناقص ان مونزا. الى خرج ليا سالب كنحطو في لومبلوا الى انه كان العكس ديال بلاصتو، البلاصه ديالو هي الغوسورس. الى خرج ليا سالب كنحطو في لومبلوا، والى خرج ليا موجب كنحطو في الغوسورس في بلاصتو. كنمشي كندير المرحله الثانيه 4 ناقص 5 كتعطيني البيزوان دفوند غولمون جلوبال. دونك 4 ناقص 5 لاكتيف سيركيلون ناقص باسيف سيركيلون كيعطيني البيزوان دفوند غولمون جلوبال. هادي ناقص هادي كتعطيني هادي ديال ان، ونمشي لان موانزا 4 ناقص 5 ديال ان موانزا كتعطيني 6 ديال ان موانزا. وكندير عاوتاني الفرق ما بيناتهم نفس الشيء ا ناقص بي. الى خرج ليا موجب كنحطو هنايا في الامبلوا، الى خرج ليا سالب كنحطو في الغوسورس. تريزورورينات، تريزورورينات هي ا ناقص بي، ها ا ناقص بي، ها هي بي نحطها هنايا ديال ان. نمشي لان موانزا ا ناقص بي، ها هي تعطيني ان موانزا. دونك وكندير عاوتاني الفرق ما بيناتهم ا ناقص بي كتعطيني، الى خرجت ليا موجبه نحطها في لومبلوا، الى خرجت سالبه نحطها في الغوسورس. دونك شنو هو الاهميه ديال هذا الطابلو دو سانتيزيماس؟ هو انني ملي كنوصل واحد المرحله في الطابلو دو فينونسمون، المرحله الاخيره في الطابلو دو فينونسمون، كيقول لي اعطيني لا فارياسيون. ها هي كنخدم بهذه الجهه هذه، كيعطيني كيقول لي جوج حوايج، اعطيني لا فارياسيون ديال عفوا لا فارياسيون ديال البي اف جي، لا فارياسيون ديال البي اف جي ها هي هذه وهذه، كنخدم بهذه كنشوف المونطون اللي عندي هنا ولا عندي هنا مثلا، وعندي لا فارياسيون ديال التريزورورينيت حتى هي كنخدم بهاد جوج البي اف جي والتريزورورينيت. هاد جوج هاد لا فارياسيون هادي ديالهم كنحتاجها الا كان العدد هنا ولا كان العدد هنا. الا كان العدد هنا تنحطو في طابلو دو فينونسمون في لومبلوا، الا كان هنايا كنحط البي اف جي لا فارياسيون ديال البي اف جي كنحطها في الغوسورس. نفس الشيء بالنسبه للتريزورورينيت، الا كان لا فارياسيون كاينه في لومبلوا غنحطها في لومبلوا في طابلو دو فينونسمون، والا كانت في الغوسورس الا كانت لا فارياسيون في الغوسورس ديال التريزورورينيت في الغوسورس كنحطها في الغوسورس في الطابلو دو فينونسمون. دونك هذه هي الاهميه ديال الطابلو دو سانتيز دي ماس، كنحتاج البي اف جي الفارياسيون ديال البي اف جي والفارياسيون ديال التريزورورينيت. دونك الى هنا اصدقائي انتهت الحلقه المخصصه للجزء الثاني من طابلو دو فينونسمون. في الحلقه المواليه غنتحرفوا على طابلو دو فينونسمون كيفاش كيتصاوب، كيفاش هو الشكل ديالو، وكيفاش وغنشوفوا واحد لابليكاسيون كيفاش كنطبقوا هاد المراحل كلها اللي شرحت لكم من خلال الحلقه السابقه ولا هاد الحلقه. استنونا في الحلقه الجايه ان شاء الله. الى ذلكم الحين، مع السلامه وبالتوفيق للجميع.